عينته. طب يعني ايه اللي انت عينته؟ يعني معنى انت عينت مجرم؟ يعني هل ده مجرم فانت رحت عينته فانت بعد ما حصل، شفت يا عم مين اللي جاب ده هنا؟ مين ده؟ ما هو دي القضيه، انت بتوصلني لكده صح ولا انا غلطان؟ بعد الاعتراض ده انا عايز اقول بس قول 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 ضرب جزاء للاهلي، ضرب جزاء. لو الاعتراض ده في محله لا انا كنت اعترض قبل المباراه، انما انت عشان عندك ثقه كبيره في جهاد جريشة سبت وقف المباراه. كان كابتن سمير يطلع يقول انا مش مسؤول عن التعيينات بالظبط. عشان نكون منصفين، هو السؤال فعلا منطقي، لما انت عارف كده عن كابتن جهاد جريشة ليه ما اعترضتش من الاول؟ لكن الحقيقه كابتن خالد ان احنا لما بنعترض انت بتشوف ان الوضع ده مختلف وبيضغط على الحكم. تعالوا نشوف كابتن خالد بنفسه اللي وافق مع الكابتن او الاستاذ صبحي عبد السلام، انت ليه ما اعترضتش على جهاد جريشة؟ وبيقول ايه عن جهاد جريشة بعد مباراه كان جماهير النادي الاهلي بتعترض على جهاد جريشة. والنهارده جهاد جريشة بيحكم المباراه والنادي الاهلي بيفوز فوز مستحق، ولكن هنا بقى علامات استفهام على جهاد جريشة في المباراة النهاردة. أدى بطريقة كويسة جدا، حكم من أحسن الحكام في مصر، ولكن النهاردة من الواضح أن كان متأثر بالحملة اللي كانت معمولة عليه، وحاسس أن المباراة دي لو عدت على خير مع النادي الأهلي خصوصا يبقى الحمد لله كده إيه، عدينا الفكرة أن أنا سلمت على مرتضى في الانتخابات. فقرر أنه لا يعطي إنذار لأي لاعب، خلاص اي حد بيعمل اي حاجه مش مطلع انذار، واخر ما طلع في اخر المباراه للاعيب من الاتحاد. واحقاقا للحق اكتر من لاعب يستحق الانذار سواء من الاتحاد وسواء من النادي الاهلي. يعني اعترضنا عن الحكم يبقى انت كده بتعمل ضغط عليه وبتخلي الحكم ينزل يثبت ان هو مش زملكاوي فيجامل النادي الاهلي. ما اعترضناش على الحكم يقول طب سكت ليه؟ سكت ليه وما اعترضتش على الحكم ليه؟ لا وحابب اقول حاجه فضل. يعني يا قلبك يا كابتن خالد وانت بتقول وكانهم جابوا حكم مجرم، يا كابتن خالد ده الحكام اكتر اوصاف تم وصفهم ليها خارج الملعب انت عارف كانت جايه في اطار ايه. فالنادي الاهلي ما اعترضش على حاجه تخص الحكم او سلوكه او حاجه تخص شخصه، النادي الاهلي اتكلم فنيا ان الحكم كان اقل من المباراه، حته مهمه قوي يا احمد. بس انا شايف ان احنا غلطانين فعلا فارس، احنا بعد كده لازم بقى نضغط على الحكام ونعلي صوتنا، طالما الصوت العالي هو اللي بيأثر على الحكم، ولو ما عليناش صوتنا بنشوف الاخطاء زي دي من كابتن جهاد جريشة. تعالوا نشوف اخطاء كابتن جهاد جريشة مع النادي الاهلي. كابتن جهاد جريشة يراجع نفسه في الحالات دي لان حجم الاخطاء متعلق باكتر من قصه القرار، ومحتاج كابتن خالد الغندور يراجع نفسه في حجم الاخطاء بتاعه الحكم، وكمان الحكم اللي اتقال ان اول خساره للاهلي معاه، وكان الاهلي ما خسرش من حرس الحدود في 2009 مع كابتن جهاد جريشة، وكاننا ما خسرناش من سموحه في قبل نهائي الكاس 2014 باخطاء من كابتن جهاد جريشة، والمباراه اللي سموحه كان طرفها الثاني اللي راح النهائي وخسر بالتحكيم قدام نادي الزمالك في نفس نهائي الكاس اللي الاهلي خرج منه بسبب كابتن جهاد جريشة. ونفس الكابتن جهاد جريشة، فتعالوا نشوف اخطاء الكابتن جهاد جريشة لصالح بقى نادي الزمالك. نادي الزمالك، لكن انا حابب اطمنه بما ان غلطت في نهائي كاس 2014 والزمالك خد الكاس، تاكد في يوم من الايام هتبقى رئيس لجنه الحكام زي بالظبط الكابتن عصام عبد الفتاح بعد ما اهدى كاس 2001 لنادي الزمالك امام البلديه بهدف عبد الحليم علي اللي كان خطا على كابتن حسام حسن. لكن الحقيقه بعض الزملكاويه بيطلعوا يقولوا ايه المشكله؟ ضيع منكم كاس وضيع مننا دوري 2016 2017. الحقيقه هو بيتكلموا عن مباراه الزمالك والمقصه وكره احمد سامي الشهيره اللي كان فيها خطا فادح على فكره، طب ركله جزاء خطا فني فادح لا جدال فيها يعني. وكان الزمالك متاخر 1-0 كان ممكن هيتعادل لان كان في اخر الشوط الثاني، بس ده اللي ضيع الدوري؟ لا ده احنا عشان بقى نضيع الدوري، عشان احنا عارفين الزملكاويه بيتكلموا ازاي، هما بيقولوا دايما انت ممكن بقى بتيجي في نهايه الدوري بعد ما تضيع من الدوري في ماتشات حساسه تيجي تقول لي خد بقى كام مجامله تحكيميه كده وتقول لي دي قصاد دي. لا احنا نقف عند المباراه دي تحديدا في شهر مارس الزمالك 2017 الزمالك والمقصه وخطا جهاد جريشة قبل منه كل الزمالك لعب ما قبله بالظبط ما قبل المباراه دي يا جماعه 18 مباراه. الجدول الدوري وقتها كان النادي الاهلي فارق عن الزمالك 12 بونت وعن المقصه 10 بونت، يعني كانت المباراه دي اصلا صراع على المركز الثاني. الزمالك استفاد تحكيميا قبل المباراه دي في 5 مباريات. تعالوا نشوف الاخطاء التحكيميه اللي استفاد منها الزمالك او ال5 مباريات قبل مباراه الزمالك والمقصه عشان ما حدش يقول ان جهاد جريشة ضيع. غريب جدا وحجم اخطاء غريب. 5 مباريات. الغريبه كمان يا احمد ان كانه موضوع المقصه ده كان تكفير عما قبله، يعني حتى السوبر اللي كان قبله بين الاهلي والزمالك
خسرناه وصلنا يعني ضربات الجزاء بسبب ضربه جزاء كانت على الونش كان ممكن تحتسب وتخلص المباراه. حكم اعترف بيها في فيديو موجود وموثق يعني. والغريبه كمان ان جنش اللي كان موجود في المباراه دي كان ممكن ما يكونش موجود فيها للايقاف. تعالوا نشوف الفيديو ده. لا هو بص ده مباراه الاهلي والزمالك في نهايه الدور الاول. الاهلي والزمالك لعبوا في الوقت ده نهايه الدور الاول بالزبط. ولعبوا ماتش السوبر بعده. فالمفروض جنش بيضرب مراقب المباراه. مفيش اي عقوبه. ليه بقى مفيش عقوبه؟ عشان يلعب المباراه. ليه؟ عشان كابتن احمد الشناوي وقتها امم افريقيا تم اصابته فكان بالزبط. الزمالك هيلعب وقتها بالحارس الثالث. جنش يكون محور الاحداث وهو يفيد في ركلات ترجيح. بس عشان احقاقا للحق عشان احنا بنحب ندي لكل واحد حقه. الزمالك اتظلم في الفتره قبل مباراه الزمالك والمقاصه في مباراه الاسماعيلي. كان له ركلتين جزاء في مباراه الاسماعيلي اتظلم فيهم. يعني هو استفاد في 5 مباريات واتضر في مباراه الاسماعيلي فقط لا غير. وبرده في كوره في ماتش اسوان عشان برده اكون واضح. كوره كانت مع شيكابالا. كابتن جمال غندور والحكام كلهم اختلفوا هي على الخط جوه بره. فعشان نكون واضحين نجيب اللي لينا واللي علينا فارس. ردينا رد بالظبط. ردينا رد وافي. واعتقد موضوع كابتن جهاد جريشه تم رصده. ولو هنتكلم على المجاملات شفنا مين فعلا اللي كان فيه مجاملات تحكيميه خدمته كتير جدا. نطلع لفاصل ونرجع مع فقره ريمونتادا وفقرتنا الاخيره.